الآن ننطلق إلى خصائص الإعلام الجديد. مثل ما تكلمنا عن خصائص الإعلام التقليدي حتى ما يزعلون جماعة الإعلام الاجتماعي، خلنا نتكلم عن خصائص في كل المواقع اللي موجودة. وأعطيكم لمحة بسيطة أن عدد مواقع الإعلام الاجتماعي قد تتجاوز 1600 موقع. الخصائص اللي أتكلم عنها الآن مشتركة بين كل هذه المواقع، كل كمها بكل تفاصيلها. واحدة من الخصائص السرعة. يعني شلون؟ تمر علي أي معلومة مثل هب الريح بسرعة، الناس على طول تتفاعل معي، خصوصا لو كان في حدث إيجابي أو سلبي. إيجابي، دولة معينة تحصل على شهادة، قدرتها على التنافسية، فريق كرة فاز في مناسبة معينة، كأس العالم، كأس الخليج، أي مناسبة معينة توصلني إلى أن في معلومات قاعدة تصير بيني وبين الناس وقاعدة تتبادلها بشكل متسارع. كارثة معينة كخبر سلبي، حريق معين، انفجار في منطقة معينة، كمية المعلومات وتبادلها وضخها واستقبالها راح تكون بشكل متسارع. ليش؟ لأن عندي كم كبير من الناس المتواجدين على الموقع الاجتماعي قاعد يضخون المعلومات أو قاعد يشاركون معلومات أو قاعد يعيدون بث المشاركات بشكل سريع. سبب من أسباب السرعة يمكن الانتشار اللي قاعد يصير عندي الآن في سرعات الاتصال. ما في دولة الآن ما دخلت في مجال الإنترنت وقاعد تحاول أن هي تحسن من بنيتها التحتية وسرعة الإنترنت، فبالتالي سرعة تلقي المعلومة راح تكون بشكل سريع وسرعة إرسال المعلومة راح تكون بشكل سريع، خصوصا قدرة الآن الهواتف الذكية على تحميل محتوى سواء فيديو أو صوت أو صورة، فبالتالي عندي أشكال معينة من المشاركة. كذلك يمكن احنا نفتقد في الاعلام الاجتماعي الى ان احيانا ما نصدق الناس ويصير عندي نوع من طلب دليل احتاجه للناس. فالميزه الثانيه في الاعلام الاجتماعي انه هو يبني تفاعله مع الناس على الروابط. فبالتالي مثلا عندي واحد من الاصدقاء قال لي والله شفت مثلا صحن طائر، وقال لي شفت هذا الشيء مثلا في وقت الظهر. انا دائما لما اقول له ابي اصدقك راح اقول له وين شفت هذا الموضوع او وين رابط، انا اتاكد ان انت فعلا صورت هذا الفيديو. طبعا هو حمل المحتوى على موقع من المواقع، فسمح له هذا الموقع ان يوصل للمحتوى من خلال رابط سواء في تويتر كتغريده، في اليوتيوب، في اي موقع معين. فاحنا تفاعلي مع الناس وتواصلي معاهم يكون من خلال الروابط، وانا هذا الشيء اللي راح ابني قوتي في الاعلام الاجتماعي ويعطيني دليل او حجه او أخلي الناس يضغطون أو يتواصلون مع المعلومة اللي أنا أقولها سواء أنا منشأة أو غيري منشأها. مميزات كذلك التفاعلية، وإحنا قلنا يمكن أبرز ميزة معينة في الإعلام الاجتماعي هي التفاعلية، اللي هي قدرتي على الاستجابة لي أو تلقي ما يحتاج الناس مني من متابعين أو معجبين أو أصدقاء. كذلك قدرتي أنا على ضخ المعلومة، أشكال التفاعلية جدا كبيرة، ممكن قلنا صوت، صورة، فيديو، نص، ويمكن الأيام القادمة تظهر لي أشكال كبيرة من التفاعلية. الآن مثلا ظهر عندي مفهوم أن أنا ممكن أتفاعل من خلال الروائح، فبالتالي يمكن عندي نوع الآن من التفاعلية. ما نعرف شنو المستقبل، لكن راح نتكلم فيه إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة في هذا المقرر عن مستقبل الإعلام الاجتماعي، وراح نفصل فيه بعض الأمور من أشكال التفاعل وإيش إحنا مقبلين عليه خلال الفترة القادمة. مميزات الإعلام الاجتماعي كذلك هي تنوع الوسائل. فأنا ممكن أقول مثلاً عن الصحن الطائر، أنا أرفع صورة عن هذا الصحن الطائر، بإمكاني أن مثلاً أصور فيديو عن الصحن الطائر، بإمكاني أنا أكتب قصة معينة في مدونتي من خلال الأشياء اللي مشت معي. ممكن أنا أجمع كل الناس اللي شافوا الصحن الطائر في صفحة واحدة وأرشف هذا المحتوى. فعندي وسائل معينة أنا قاعد أنشر فيها المحتوى بأشكال متعددة. أحياناً أنا أدمج كل هذه الوسائل في مكان واحد، أنزل صورة وأكتب نص وأنزل فيديو وأنزل الناس اللي يتكلم عن الموضوع حتى يعطي نوع من القوة في التفاعل وأثر هذا المحتوى على الناس وعلى المتلقين. حرية المعلومة وعدم التقييد بوقت، واحدة من المميزات المهمة في الإعلام الاجتماعي. يعني شلون؟ وهذه واحدة من الأمور اللي نعاني فيها من ثقافتنا في العالم العربي، أن لما نشوف شخص ينشر المحتوى بعد الساعة 12 مساء أو صباحا،
نسأل الشخص أنت إيش مقاعدك هالوقت وليش قاعد تنشر هالمعلومة. واحد من مميزات الإعلام الجديد أن أنا أقدر أنشر المعلومة في أي وقت معين، سواء الناس قاعدة فيه أو مش قاعدة، لأن بالنهاية راح يوصل المحتوى لعدد من القراء الموجودين، سواء موجودين على الإنترنت الآن أو مش موجودين. فأنا أبث المعلومة متى ما أشاء، وما يقيدني أي شخص بأي شروط معينة. ولو الشخص منزعج من وقت بث المعلومة يمكن يتوقف عن متابعتي أو يلغي صداقتي من هذا الموقع، لأنه ما قاعد يفهم واحدة من المميزات الأساسية في الإعلام الاجتماعي، أن أنا مش مقيد بوقت. فأي خبر موجود معي، أي تفاعل معين، أي معلومة أنا أنشرها، أنا حر في اختيار المعلومة. صحيح في أخلاقيات في نشر المعلومات وراح نتكلم فيها في جزئية معينة، لكن أنا أعتقد أن لازم نضمن تبادل المحتوى ونشره في أي وقت من مميزات الإعلام الاجتماعي. ميزة أخيرة هي قدرة المتلقي أو المرسل على قياس الجمهور، كم شخص شاف المحتوى وكم شخص شارك المحتوى وكم شخص قرأ المحتوى وكم شخص شاف المحتوى وكم شخص علق على المحتوى، كم شخص أعجب المحتوى، كم شخص قال أن المحتوى هو محتوى إيجابي، كم شخص أعجبه. بل نوصل لمرحلة من مراحل قياس الجمهور أن احنا نقيس سلوك الأشخاص أو الجمهور الموجود معي. وصلنا لمرحلة أن احنا نقيس مشاعر الجمهور، هل هو لما يتلقى خبر معين بهذا النوع هل هو يبتسم؟ شنو معدل الابتسامة؟ هل شنو معدل الفرحة الموجودة عنده؟ في أبحاث كثيرة الآن تنشر في ربط الإعلام الاجتماعي مع مشاعر الناس، وبعض الوسائل اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لربما تكون فهم دقيق إلى طبيعة المحتوى، فهم طبيعة الضمائر الموجودة، فهم طبيعة المشاعر سعادة أو حزن وما لذلك، حتى استخدام الرموز والشكليات بدأوا بعض المحللين يحللون المحتوى الموجود. طبعا ما راح امر على الفرق بين الويب 1 والويب 2.0 لان راح نسهب في فهم افكاره، لكن ودي ان تمرون بشكل فردي على الانترنت تفهمون الفرق بين الويب 1 والويب 2.0 لان فيها كثير من الاختلافات وفيها كثير من المعلومات ودي ان تقدمونها او تشوفونها كواجب منزلي لكم انتم تشوفون هذه المحاضره. وحتى أن انطلق انطلاقة صحيحة بمر بشكل سريع على بداية الانترنت. بداية الانترنت بدأت في أوائل الستينات، واعتقادي أن بداية الانترنت بدأ من وزارة الدفاع الأمريكية، وبدأ بدافع أنه راح تكون هناك كارثة نووية، وخلوا تصور لو انقطعت الاتصالات احنا محتاجين لشبكة نتواصل فيها بيننا وبين بعض، وهذا الشكل من الأشكال التوقعات احنا محتاجينه في إدارة الإعلام الاجتماعي، ان دائما احنا نتوقع شيء ما لم يحدث. وهذا الشيء ان شاء الله راح نتعلمه في الفترات القادمة او ممكن تتعلمونه الآن، اللي هي إدارة الأزمات في الإعلام الاجتماعي، كيف انا اكتب سيناريو واتوقع بعض الأمور الموجودة. خلاصة الكلام ان صارت هناك اربع كبيرات ضخمة ارتبطت بالإنترنت، صار فيها نوع من توصيلات التليفون، استخدموها مراكز الأبحاث في تلك الفترة، وانطلق طبعا الانترنت بالشبكة اللي كان متوقعته وزارة الدفاع من نطاق عسكري إلى قسمين، قسم كان يهتم في الأبحاث المدنية وقسم الآخر في الأبحاث العسكرية. كان هالشيء بين فترة 1982 إلى 1985 بدأت الناس تستخدم الانترنت في أمريكا في سنة 1985، وهذا الشيء يخليني الآن أنا أسأل متى دخل الإنترنت في عالمنا العربي، وما هي أول دولة عربية دخل فيها الإنترنت؟ ممكن تجاوبون على السؤال اللي بعد هذه الجزئية.